هاي جايز، كلكم سويت تحدي مع قناة خليني وآدم. تحدي كان مين بيقدر يعيش يوم كامل باللون البنفسجي، أكل، شرب، ملابس، كل شيء باللون البنفسجي. كملوا الفيديو للأخير وشوفوا شو صار. عندي تحدي كتير حلو، تحدي هو يوم كامل باللون البنفسجي. أنا وتالين فوتوا لعند احضروا الفيديو وشوفوا مين الأحلى. أكيد أنا الأحلى لأنه ضبطت شعراتي، رتبت تيابي، هالأسوار أنا عملتها، والساعة كتير أنا بحبها وبس باللون البنفسجي. هلا أول شي فقرتكم شو؟ فقرة الإفطار. يلا خلينا نروح على فقرة الإفطار. يلا وهلا فقرة الفطار مع إيمان. هلا يس. ما عندي غراض كتير باللون البنفسجي، بس عملت لك شوي بيضة باللون البنفسجي. بس هي لونها أبيض. مزبوط، بس أنا عندي ملفوف باللون البنفسجي، لقت البيضة فيها. حلو. أنصار لونها هيك ما أحلى لونها باللون البنفسجي. حلو. وهدول الملفوف اللي سلقتهم فيها وعملت لها لإيمان حليب بالتوت. إيديكي يا ماما، هدول بكفوا. أقولكم شو عم تعمل تليم؟ شو عم تفطر؟ ما بنعرف، روحوا لعندها واحضروا وشوفوا هي شو عم تفطر. ايه خليني دوقهم. يلا دوقي وليلي. بسم الله. هيدا حليب بالتوت. خليه اخر شيء. هيدا ما بحبه. يلا دوقي، بدك تاكليه. بدك تدوقي لي البيضه لاشوف من جوا موف كمان بالبنفسجي ولا لا؟ ما تاكلي، من احنا عندنا البيضه. يلا شوفي. بسم الله. ليكي شفتي من جوا ابيض، هي اخضر لون من برا بس. طيبه. صحتين. كلهم طيبين. سلم ايديك يا ماما. يس. سلم عينك. هلا انا ما عندي كثير اشياء باللون البنفسجي، فعملت لها لايمان بيض مسلوق بالبنفسجي باللون، وعملت لها حليب مع توت. توت لونه بنفسجي موف، فعاطي هذا اللون. بكفو. شكرا ماما. صحتين يا قلبي، صحتين. وهلا بس تخلصي بدنا نروح لوين؟ لوين؟ على السوبر ماركت لنجيب غراض باللون البنفسجي. هي احلى فقره عند ايمان هي التسوق، بس ممنوع تنقي شيء الا باللون البنفسجي. للغدا للعشاء مشتريات. شو رايك؟ يلا خلصي فطورك ولنروح. يلا. وهلا يا ايمان جاهزه لنروح على السوبر ماركت لننقي كل شيء باللون البنفسجي؟ جاهزه. يا عيني يا ايمان، كثير بتحب تروح على السوبر ماركت وتنقي غراض، بس هالمره بدك تنقي بلون واحد، يعني ممنوع تشتري شيء تاني. انا بحب اللون الزهري. لا، بدك تشتري كل شيء باللون البنفسجي. يلا مشي. قد التحدي انا. يلا ايمان، بدك تنقي هلا كل شيء باللون البنفسجي. انا احس هذا اللون كثير صعب، بس ما بعرف. يلا بلشي. لون البنفسجي. الله. وشو كمان؟ لون البنفسجي. يس. لون البنفسجي. واو، والله عم تلاقي يا ايمان من قدك. لون البنفسجي. والله عم تلاقي ايمان، انا بحس انه هذا اللون كثير صعب. وانا كمان بحسه، بس عم تلاقي. ما في بزن هون بقى شيء؟ ما في شيء، خلينا نروح. هيدا جبتي منهم. هيدا جبتي منه بنفسجي. شوفي بالقسم الثاني. لا هون منه بنفسجي. لا لا، دخلوا المدي. لكي في واحد فوق هون. لكي هذا اسنج. ايوه، يعني عن جد في كل الالوان. ما في ايمان هون، في كل الالوان بتلاقيها، بس اللون البنفسجي بحسه انا اللون كثير صعب. بس دخلوا اصفر اكثر. لا يلا ردي، بدنا نجيب بنفسجي بس. شو رايك نروح على قسم البطاطا تشيبس؟ يلا يلا ايمانو، نقي التشيز باللون البنفسجي. يلا انا حساعدك. لكي في هذا تحت حد. في هون ايمانو، هذا بنفسجي. في هون هيك وينور، هذا بنفسجي.
انا تعب. يلا حساعدك انا ابرم معكي. بنفسجي. ها لقيت انا البنفسجي. وهون في بنفسجي. فرجيني لشوف. ما عاد في شيء بنفسجي. هلا بدنا نشوف شو بدنا نحضر لك. هذا بالبنفسجي. وهذا بنفسجي. انا توقعت ما تلاقي هذا اللون ابدا. لكن ده. صار بدنا سلي تانية. يلا. برمي لنشوف شو بدنا نلاقي هسه. بدنا نجيب الصعصير ونشوف شو نعمل الاكل. يلا روحي. عندك متحمسه كثير ايمان. ايمان بتحب القومي كثير كثير. يس. بس ما فيك تشتري شيء الا باللون البنفسجي. بس هذا قلبه ابيض شو بنعمل؟ بيأثر شيء؟ خلص ما عليه. ايوه. وهذا بنفسجي. وهذا بنفسجي. والله عم تلاقي كثير بنفسجي. هيك هذا بنفسجي. شوف هون في شيء. هون في اشياء. ايوه تجيني اشوف اسمه. تمام يلا شيلا نشوف شو نلاقي هسه. والله في اشياء كثير بنفسجي. ايمان بدها تخرب بيتي اليوم. وهذا اللون بنفسجي. تعال نشوف هون شو فيه اذا بتلاقي شيء. والله عم تلاقي كثير اشياء ايمانو. يلا بريمي. يا عيني ايمان والله حظها حلو. ايمان موجود كل شيء باللون البنفسجي. انا متوقعات انه ما لقي شيء ابدا ابدا. لا اكيد حلقي لون البنفسجي. يلا شوفي وين بتلاقي هسه. يا عيني لون البنفسجي. يلا شوفي كمان هسه هون. حتتعب السله. لكي ليكو ليكو السله مع ايمان. ما شاء الله يا ايمان ما عاد فيها تحملك قد ما تقلت معك. لا هذا منو بنفسجي. ما تزعبري ايمانو. فاجينا هون ما في شيء هون. شو رايك نروح نشوف قسم العصير اذا بنلاقي؟ لا لا ايمان لا ممنوع. لون بنفسجي. لقيت بالون لا لا ايمان ايمان ابدا. حظ حظ اليوم بجنن. يس. ماشي نروح نشوف العصير اذا بنلاقي بلون البنفسجي. يلا ايمان يلا شوفي شوفي عصير باللون البنفسجي وجيبي. بس حطي السله مشان ما تتعبي لانه صرت كثير ثقيله معكي. يلا انا حابرم معكي لنشوف اذا بنلاقي شيء باللون البنفسجي. ما عم بيطلع شيء لون بنفسجي. لقيتي شفتي؟ وهذا لون بنفسجي. بعدين لنشوف هون ما في بنفسجي. ما في بس هدول. اقول لك هذا بنفسجي. شو اقول لكم؟ هذا مثل مع اغراض ايمان. نفس الشيء. تعال نشوف اذا بنلاقي شيء ثاني. هدول ما بنفسجي. انا شفت هونيك. حطيهم لادلك على هونيك. هون شفناه هون هونيك. مشي. ايمان بدها تاخذ كل شيء بنفسجي. تعي لقلك وين. يلا هونيك في وحده بنفسجية. وين جيبيها؟ ليك جيبتنا لألي ولألك. لا انا ما بدي. هو التحدي لألك. وهي اللون بنفسجي. هلا شو ناقص نجيب؟ تعال نشوف الممر هونيك اذا في شيء. اوكي ان شاء الله ما تلاقي شيء. بتشرينا اياه باللون البنفسجي. الله يستر. ايمانو عم تقول لي انه معقوله نلاقي اندومي باللون البنفسجي؟ انا قلت لها مستحيل. عم تقول لي لكن يا ماما. خدي ايمانو هي وحده. يس. وهيدي وحده. انا ما توقعت نلاقي هيك. يا
بنفسجي ما توقعت. ما بشي لسه. لا اكيد هون ما حقلك مصلحه لا بالزيت ولا بشي ابدا. صح. ما هيك ايمانو؟ صح. تعال نلف اللفه نشوف شو في لسه. باكل اي شيء ثاني باللون البنفسجي غير الاندومي؟ يمكن. وهي القسم الثاني اسم البهارات يا ايمان. بنفسجي. وين بنفسجي؟ رز هذا. بس بيه. بس الرز حيكون قلبه ابيض. لا بدنا شيء غير. تعال نبرم لنشوف بكي منلاقي شيء. هي ما منلاقي شيء. هون قسم البهارات. ايمان لقيت بهارات باللون البنفسجي؟ اكيد ما حنشتري بهارات ايمان. بس هو اللون البنفسجي. شخص يلاقي ملوخيه مثلا باللون البنفسجي؟ لا. معقوله من ليه؟ ما بنلاقي هون شيء. ما في شيء هون. ما في شيء باللون البنفسجي. شو بدنا نعمل؟ شو هيدي؟ ما في، شو بدنا نعمل هلا؟ نعمل اسا برمي لنشوف اذا بنلاقي شيء؟ يلا. ايمانو عم ببرم عليكي وين انتي؟ لو طلعتك لانه في هون بنفسجي. عن جد؟ ايه فرجيني. لون البنفسجي. هلا هو من فوق بنفسجي بس من تحت لا. شو بس؟ طيب يلا جيبي. يس بحبك في اللعبة. لنشوف كيف بدنا نعمل لك اياه بنفسجي. يلا. هلا ماشي نروح نحاسب لنروح على البيت بقى ونشوف شو بدنا نعمل. ايه اقولك هلا تالين شو عم تعمل؟ ما بعرف. يس هلا نحن بالسوبر ماركت. هي هلا بقولك بتكون بالسوبر ماركت مثلنا؟ يمكن لساتها كثير. يعني احنا متقدمين عليها قبلك؟ ايوه. تعال نشوف تالين اذا انت بالسوبر ماركت نحن خلصنا. اذا منك بالسوبر ماركت يعني انت الخسرانة. يعني انت الخسرانة اكيد. لانه ايمان جابت كثير اشياء. هلا هيدي الخضرة هيدي لإلي بس ايمان كل شيء بالبنفسجي جابت. بس ما لقينا شيء ابدا ابدا لون البنفسجي، كله لون الاخضر. ايه يلا ماشي نروح نحاسب وعلى البيت. لك وصلت بدك البيت. وهلا ايمان وصلت لتحاسب كل الغرض جابتهم. يعني انت بدك تدفعي معنا؟ انتي اكيد. انا ما معي مصاري. ايوه يلا تعال نحاسب. شوفوا يا جماعه شو عامله فيني ايمان. خربت لي بيتي. لك شو منقيه؟ لك كيف لقيتين هدول؟ كيف لقيتين كله باللون البنفسجي؟ ما بعرف. انت توقعت لي باللون البنفسجي كل هالاغراض؟ لا ابدا. ليكي حاسه باللون البنفسجي؟ انا ما توقعت ابدا. يلا فرجينا شو جايبه؟ بطاطا تشيس باللون البنفسجي. غير البطاطا شو جايبه؟ عصير باللون البنفسجي. في اشياء باللون البنفسجي انا ما توقعت ابدا. بس انت خدعتيني بالقريدس. القريدس منو بنفسجي؟ بلا بنفسجي. ليكي هون بنفسجي. بس قلبه منو بنفسجي؟ يلا حمرق لك اياها، انا عندي طريقه اخلي لك اياها بنفسجي. عنجد؟ ايوه. وجايبه اندومي باللون البنفسجي. انا انصدمت وقت ما لقيت هيك. بتوقع اندومي في كذا لون منه بس اللون البنفسجي؟ شو ايمان؟ متحمسه تجربيهم كلهم؟ يس. ليك ليك الاغراض؟ ليك حتى المارشميلو جايبه. مارشميلو يا عيني. بطاطا وكل شيء جايبه. يا عيني خربت لي اليوم بيتي ايمان. بس مهم تكوني انت مبسوطة، مبسوطة بهالتحدي؟ ايه بس انت قلتي لي تحدي هو. قلت لك تحدي بس ما توقعت كل هالاغراض. يلا هلا بدنا نعمل لك القريدس باللون البنفسجي. جاهزة؟ ايه جاهزة. وهيدا غدا ايمان صار جاهز باللون البنفسجي. لقيت لك البطاطا المقلية باللون البنفسجي والقريدس باللون البنفسجي. شفتي؟ قريدس ايه. يلا بلشي صحتين وهنا. بسم الله. روحوا احضروا فيديو تالين موجود الرابط بصندوق الوصف. ووو ده طيب. صحتين. الحمد لله شبعت. بدي صابن يا ماما.
بحضر على التلفزيون واكل المشتريات. صحتين يا ماما، يلا قومي صوبني ايدك. صحة وهنا. برافو عليكي، اكلتي صحنك كله. يس. إيمانو؟ نعم. شو صار وقت النوم؟ ما بدك تتعشي؟ بلا. شو بدنا نتعشى؟ أكيد إندومي. إندومي بلون البنفسجي. يلا وقتي المشتريات وحجهز لك العشاء مشان تحوجي بقى وعتمت الدنيا مشان تنامي. يس. وهلا يا ايمانو صار جاهز الاندومي. يلا بلشي قولي بسم الله واعطيني رايك اذا طيبه او لا. كثير طيبه. عجبتك؟ شو رايك اليوم باللون البنفسجي؟ كثير حلو. عجبك لانه لقيتي كل شيء؟ ايه اكيد لقيت كل شيء. شو رايك يا ايمان نقول لهم متعي يكتبونا بالتعليقات اذا بيعجبهم شي لون تعملي؟ اكتبونا بالتعليقات؟ ايه اكتبونا بالتعليقات بس اختاروا اللون الزهري احلى. لا هني يختاروا لك. يلا خلصي اكل مشان تفوتي تنامي. ما تنسوا تفوتوا تحضروا فيديو تالين وتقولوا لنا اي الاحلى اكتبوا لنا بالتعليقات. اكيد انا الاحلى. اكيد انت الاحلى. وهلا شو بتقولي للمتابعين؟ ما تنسوا اللايك الشير السبسكرايب. يلا باي.